بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. إزاي تلاميذ السنة الثانية باكالوريا، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. الآن كما تعرفون جميعا، اليوم الأحد 5 يونيو 2022، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الإطار المرجعي لهذه السنة. وبطبيعة الحال أتحدث عن مادة الفيزياء والكيمياء، يعني مسار دولي، يعني الفيزياء والكيمياء باللغة الفرنسية. فبعد قراءة الإطار المرجعي لاحظت بأن أغلبية أو جميع الدروس في الفيزياء والكيمياء يعني موضوعة، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. ولهذا إذا كما تلاحظون من خلال هذا العنوان، بأن هذا الشريط سأحاول شرح فيه الدرس الأخير من دروس الفيزياء. إذا يتعلق الأمر بالأتوم اي لا ميكانيك دو نيوتن. إذا هذا الدرس فقط يتحدث عن الذرات ميزاتوم اي وعلاقتها بلا ميكانيك دو نيوتن. الآن خلال الدرس نتطرق إلى، غادي نشوفوا إن شاء الله جوج ديال المحاور الأساسية. لا بروميير بارتي غادي نشوفوا ليميت دو لا ميكانيك دو نيوتن. إذا هنايا بطبيعة الحال أون فا كونسيديري لاتوم ديدروجين كونستيتيي كوم فو سافي توس كو إلي كونستيتيي دان بروتون دو ماس بي ام بي إي دو لا شارج كي بي داكوغ إي دان إلكترون ام إلكترون إي لا شارج كي. إذا سنحاول التطرق إلى هذا الدرس، سأحاول أن أشرح فيه بطبيعة الحال يعني لا ليميت لي ليميت دو لا ميكانيك دو نيوتن. الآن بالنسبة لكما تعرفون جميعا بأن ذرات الهيدروجين فهي كتتركب من، إذا كما قلت بأنه ذرات الهيدروجين فهي تتركب من نواة وإلكترون واحد كما تلاحظون. إذا جميع أو شحنة لا شارج دان سو إلكترون إنتيغال موان أو، إلا شارج دان سو البروتون سيتادير لو نويو إنتيغال بلوس أو. بالنسبة لهنا في العلاقة هذه نشوفوا باختصار شديد جوج ديال العلاقات. العلاقة الأولى وهي لا فورس دو غرافيتاسيون اللي شفتو في يعني أحد قوانين نيوتن. إذا هنا كتعرفوا هاد الجي هادي لا فورس دو لا غرافيتاسيون كتساوي جي فوا لا ماس ديال البروتون داكوغ فوا لا ماس ديال بطبيعة الحال ديال الإلكترون ديفيزي بار لا ديستونس كي سيبا سي دو بارتيكول. أنا كنهضرو على لا ديستونس هادي اكزاكتومون من هاد النقطة لو نويو فيغ الإلكترون. إذا هادي هي لا ديستونس دي كي سيبا ديزيلي أن إلكترون ديدروجين إي سون نويو. إذا أنا كنهضرو على لا ديستونس هادي وتنكتبو دي لا بويسونس دو. العلاقة الثانية هي اللي خصكم تعرفو هي لا فورس إلكترو ستاتيك. لا فورس إلكترو هي أنه جي كتساوي لا شارج ديال البروتون مضروبة في لا شارج ديال الإلكترون مقسوم على لا ديستونس كي سيبار بيان سو لو نويو إي الإلكترون لا بويسونس دو. من بعد غادي نشوفو إن شاء الله لو كالكول ديال هاد لو رابور ديال لا فورس دو لا غرافيتاسيون سو لا فورس إلكترو ستاتيك. إذا تنكتبو هنايا تو سامبلومون لا فورس دو لا غرافيتاسيون مقسومة على بطبيعة الحال لا فورس إلكتروستاتيك، وكنعوضو إذا عندي لا فورس دو لا غرافيتاسيون بطبيعة الحال هي ليكسبغيسيون هادي تنكتبو غون جي فوا بطبيعة الحال لا ماس ديال البروتون فوا لا ماس ديال الإلكترون كلشي مقسوم على دي أو كاري مقسوم على لا فورس دو إلكتروستاتيك تنكتبو غون جي مضروبة فاش في لا شارج ديال البروتون مضروبة فاش لا شارج ديال الإلكترون ديفيزي بار دي أو كاري. كنلاحظو بأنه on doit simplifier par d au carré m cette fois là au g la constante ou comme cela l'expression que ça oui la masse du proton droba la masse de l'électron divisé par la charge de le proton fois la charge de l'électron avec vous avez la charge de le proton qui est un a plus e il est positif et la charge de l'électron qui est un a plus e aussi le calcium avec le hal غنعطيو حنا لا فالور ابسولو ديالها بطبيعة الحال، حنا ما تيهمناش القيمة السالبة اللي هي او. الوغ غادي نشوفو مباشرة
غادي تلقاو بانه فجاه تحسبوا هذا الرابور هذا بان هذا الرابور كيساوي اكزاكتومون لا فالور سويفونت اللي هي جوج فاصله تلقاو كيساوي جوج فاصله 3 فوا 10 على بيسونس 39. اذا اش كنلاحظوا هنايا بكل بساطه كنلاحظوا بانه هاد الرابور اللي هو لا فورس دو لا غرافيتاسيون اونيفرسيل اف دو جي اذا كيساوي ولا كيساوي هاد 2.3 فوا 10 على بيسونس 39 لا فورس الكتروستاتيك سيتادير سا امبليك كو لا فورس دو لا غرافيتاسيون الي بيان سور trop petit que la force électrostatique. On conclut tout simplement, on conclut que la force de la gravitation, la force de gravitation, bien sûr, de l'atome d'hydrogène, est négligeable. C'est qu'on négligeable, est négligeable. D'accord? Elle est négligeable parce que, là, le rapport Fg sur F. Fg sur Fe, القيمة كتساوي القيمة التالية اللي هي 2.3 فوا 10 على بيسونس 39، وهاد القيمة راه كبيرة بزاف، كبر بزاف من واحد، كيدل على أنه لا فورس دو لا غرافيتاسيون، تعطينا هاد القيمة كبيرة بزاف، سيدل على أن لا فورس كبيرة بزاف، أولا نيجليجابل عفوا، دونك لا فورس دو لا غرافيتاسيون إي نيجليجابل. ألوغ، في هاد الحالة هادي تنقولو بأن لا ميكانيك كلاسيك La mécanique classique, bien sûr, la mécanique classique, la mécanique de Newton, ne permet pas, ne permet pas de rendre, bien sûr, de rendre quoi? De rendre compte de la structure de l'atome, Et donc, bien là, la mécanique classique, fait le hala, donc, la mécanique quantique. يعني لا ميكانيك مودرن دونك دي سي لا ميكانيك كوانتيك يعني اللي كي يعني كيهتم بدراسة الجسيمات الصغيرة جدا مثلا لي زيليكترون لي زاتوم لي موليكول تو سا لي زيون اذا هذه هي اللي تكون ابل لا ميكانيك كوانتيك هي اللي نشوفو ان شاء الله بعد قليل في الفقرة الثانية عفوا هنايا وقع واحد الغلط هنا غادي نكالكول الرابو اف او اف او على اف جي Fg, donc la force électrostatique divisée par la force de la gravitation, qui est supérieure et qui s'implique que Fe, Fg c'est-à-dire la force de la gravitation, est négligeable. Alors, maintenant, la mécanique classique.